أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 تؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات تنافسية تعزز من مكانتها وتثبت ريادتها في استقطاب وإقامة الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية، ويبرهن على ما تمتلكه المملكة من خبرة واسعة على صعيد تنظيم وإدارة السباقات الرياضية. جاء ذلك لدى زيارة سموه يوم أمس لحلبة البحرين الدولية قبيل انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 للعام 2022 في نسختها 18. يرافقه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ عبد الله بن عيسى الخليفة السكرتير الخاص لسمو ولي العهد رئيس الاتحاد البحريني للسيارات نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قام سموه بجولة في الحلبة التقى خلالها الجماهير التي حضرت فعاليات السباق، كما قام سموه بجولة تفقدية في منطقة الفرق والمضمار للاطلاع على التحضيرات النهائية قبل انطلاقة السباق. وأشار سموه إلى أن استضافة هذا الحدث يعد استكمالا لمسيرة النجاحات المتعددة التي حققتها البحرين خلال السنوات الماضية في حسن إدارة وتنظيم سباقات الفورمولا 1، منوها بدور حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط في تعزيز مكانة البحرين في المشهد الرياضي العالمي بفضل ما تمتلكه من كفاءة وجاهزية لاحتضان وتنظيم مختلف الأحداث الرياضية الدولية والعالمية، ومواصلتها العمل على نشر ثقافة رياضة سباقات السيارات. وأشاد سموه بالمستوى العالي للتنظيم والتنسيق والعمل على إنجاح هذا الحدث الرياضي العالمي، والذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا وصل إلى 98,000 شخص، وذلك في مجموع 4 أيام السباق وتكاتف جهود أبناء البحرين من العاملين في حلبة البحرين الدولية وعملهم بإخلاص بروح الفريق الواحد ضمن فريق البحرين لرفع اسم البحرين عاليا في مختلف المحافل الدولية، وحرصهم على مواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات خدمة للوطن.